أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية يعكس إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد عضو مجلس الشيوخ محمود القط أن الشعب المصري قدم مظهرا حضاريا في الانتخابات وأرسل برسالة بأن مصر لن تبنى إلا بأيدي المصري. بهنئ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه، وبهني الشعب المصري على يعني الشكل الجميل اللي هو عمله في الانتخابات، وان هو قال للعالم كله ان هو عايز يبني مصر بايديه، ويعني ارسل رساله للعالم كله ان مصر لن تبنى الا بايدي المصريين. الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 سنوات كان يعني بيقدم كل الجهد لتنميه